نمضي إلى صحيفة الصيحة ومنها نطالع إليكم للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر الساتي، والتي جاءت هذه المرة بعنوان النوع الجديد. يستهل الكاتب زاويته بالقول قبل الانفصال عندما يسأل أو عندما يسألون عن خياراتهم ما بين الوحدة والانفصال، كان السواد الأعظم من أهل الجنوب ينحازون للوحدة، ولكن وفق أسس جديدة ومنها دولة المواطنة، الاعتراف بالتنوع، فصل الدين عن السياسة، والمساواة في الحقوق والواجبات وغيرها من ركائز الوحدة. وعندما عجزت النخب الشمالية عن توفير الأسس الجديدة، أصبح انفصال الجنوب واقعا مؤلما. ويمضي الطاهر ساتي بالقول وبما أن حكومة الثورة تسعى لخلق نوع جديد من العلاقات بين السودان ومصر حسب حديث حمدوك، فإن هذا النوع الجديد من العلاقات يجب أن يتم وفق أسس جديدة حتى لا يصبح ما عليه حال النوع القديم واقعا مؤلما للشعبين، وقد ينحدر هذا الحال نحو الأسوأ في أي لحظة كما يحدث مع الجارة إثيوبيا منذ ديسمبر الماضي. وبالمناسبة كان متوقعا اشتعال المعارك في أي لحظة مع الجارة إثيوبيا لتوفر أحد أهم أسباب الاشتعال، الاحتلال. ويستمر الكاتب بالقول وكما قال حمدوك مخاطبا النخب المصرية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فإن ملف حلايب مسكوت عنهم، وهذا ما يعكر صفو علاقة الشعبين مهما تظاهرت الأنظمة بكريمات التجميل وتطيب الخواطر. وليس من الحكمة ألا تطوي الإرادة السياسية بمصر هذا الملف وتنجح في الامتحان. نعم، حلايب هي الامتحان لعلاقة البلدين، وعلى مصر تجاوز هذا الامتحان كما تجاوزت امتحان طابة وتيران وصنافير. ويختم الطاهر ساتي بالقول وبعد طي ملف حلايب بالحوار المباشر أو بالتحكيم الدولي، فليس هناك ما يمنع بأن تكون أرض السودان لأهل مصر وكذلك أرض مصر لأهل السودان، أو كما تنص اتفاقية الحريات الأربع التي يجب تطويرها لتحقيق غاياتها. وبالمناسبة في الحريات الأربع فالإجابة هي الحقيقة المسكوت عنها، وعلى الحكومة مواجهتها بشفافية بدلا من إعادة إنتاج رومانسيات العلاقات الأزلية. وعليه فإن النوع الجديد من العلاقة مع مصر يجب أن يتم وفق أسس جديدة.